مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الحالمة، وفيه نسلط الضوء على أبرز القضايا التي تشغل اهتمام المواطن في تعز، نبحثها ونناقشها مع المسؤولين والمختصين، نستمع إلى إيضاحات بشأنها. نطوف تعز لنتعرف على آثارها ومعالمها التاريخية وما تملكه من كنوز قيمة، كما سنتوقف وإياكم على بصمات أبطالها يعملون في تلبية احتياجات الأكسجين في مشافي تعز، فأهلا بكم. تشاهدون في هذه الحلقة: مخاوف في تعز من ارتفاع نسبة الوفيات بوباء كورونا، والأطباء لا يمكن البناء على إحصاءات بينما الغالبية يتعافون دون أن يصلوا المستشفيات. جامع دار النصر الأثري بجبل صبر، المسجد الذي بني على نبع ماء. التعاون في تعز، محطة توليد أكسجين تعين مرضى كورونا على التنفس. مشاهدينا، لا يكاد عداد لجنة الطوارئ بتعز يتوقف وهو يحصي يوميا دخول حالات جديدة في كشف الحالات المصابة بفيروس كورونا، ورغم أن الشارع اعتاد على قراءة مثل هذه الأرقام حول المصابين، إلا أن ارتفاع نسبة الوفيات التي اقتربت من 30% هو ما بعث على القلق باعتبار أنها نسبة مرتفعة بالنظر إلى حجم الإصابات، وهو ما يستدعي من السلطات الصحية توضيح الأسباب وتفعيل أساليب مواجهة الوباء. من النظر إلى حركة الشارع والأسواق في المدينة يبدو أن المواطن في تعز لم يعد يهمه تفشي الوباء المستجد، خصوصا مع انشغاله بأمور الحياة في ظل ظروف المعيشة الصعبة، غير أن المسألة لا تبدو على تلك الصورة سيما عند متابعة التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تبرز فيها مخاوف الناس من تأثيرات كارثية لفيروس كورونا، بدأت مؤشراتها في ارتفاع نسبة الوفيات التي اقتربت من 30% من إجمالي عدد المصابين، مخاوف جعلت الأطباء في تعز يقفون على مبرراتها ويخففون من وطأتها من جانب مهني. لا يوجد إحصائيات حقيقية لعدد المصابين داخل المحافظة، لأنه لا يتم عملية الفحص أو أخذ المسحة إلا من الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض ويتم نقلهم إلى المستشفيات، بينما إذا طبق عملية الفحص الشامل لجميع المخالطين بتكون نسبة الإصابة قليلة جدا عن نسبة الوفاة مقارنة بعدد المصابين. هنالك مئات الآلاف من الحالات أصيبت وشفيت. ومع ذلك فإنه لا يعني أن النظام الصحي في المحافظة في أفضل حالاته، سيما مع اعتراف السلطات الصحية المتكرر بأن القطاع الصحي في تعز يعاني انهياراً، وصل الحال معه إلى افتقار مشافي المدينة لأدنى مقومات العناية الطبية والرعاية الصحية، سيما في ظل تكالب أوبئة الحميات الفيروسية ووصولاً إلى كورونا الفيروس المستجد. كذلك فإن لغياب الوعي المجتمعي في اتباع الطرق السليمة للوقاية من الوباء تأثيراته المباشرة في زيادة عدد الإصابات، وربما أيضاً دفع الكلفة المتمثلة في زيادة الوفيات، وهو ما جعل المعنيين في الصحة يدعون إلى استنهاض الوعي واستثارة الجميع للإسهام في حماية المجتمع ومواجهة الوباء. أنا أدعو كل المواطنين إلى ضرورة التعاون والتآزر والتضافر من أجل مواجهة هذه الجائحة. نحن نعول كثيرا على وعي الناس، وإذا لم يكن هناك وعي لن تستطيع السلطات الصحية أن تقدم شيء. أهم شيء هو التباعد الاجتماعي، ضرورة التباعد الاجتماعي وعدم المخالطة والالتزام بغسل اليدين وأيضا التعقيم والتطهير وهذه الأشياء التي هي تعتبر الآن حجر الزاوية
في مواجهة هذا الفيروس. يعتبر الوباء المستجد كورونا واحداً من الأوبئة التي تهدد صحة المجتمع في تعز، والتي منها على سبيل المثال للحصر حمى الضنك وحميات فيروس غرب النيل ومرض الشيكونغونيا. وللبحث في ظاهرة تفشي الوباء في ظل ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بتعز، نستضيف معنا دكتور مختار التميمي، مختص الوبائيات وصحة المجتمع. أهلا بك دكتور معنا. أهلا وسهلا بكم وقناة بلقيس والمشاهدين الكرام. أهلا بك. في البداية، هل هناك من تفسير علمي لارتفاع عدد الوفيات بتعز التي تقترب نسبتها من 30% مقارنة مع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً الأرقام المعلنة ليست هي الأرقام الموجودة في الواقع. عالمياً النسبة العالمية للوفيات على مستوى العالم هي 2%، تصل في بعض الدول إلى 6% على حسب الفئة العمرية المصابة بالفيروس. طبعاً الفيروس هو يصيب الفئات العمرية الكبيرة، كبار السن، والناس المصابين بالأمراض الوبائية، أمراض المزمنة. هؤلاء الناس هم أكثر عرضة للوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا. في اليمن وضعنا يختلف عالميا، لأنه إمكانية إجراء الفحوصات على الحالات المشتبهة والتي ينطبق عليها التعريف القياسي، الإمكانية ضعيفة جدا، لا يمتلك المختبر المركزي داخل محافظة تعز، وفي اليمن بشكل عام لا يمتلك الفحوصات الكافية أو المحاليل الكافية لإجراء الفحوصات لجميع الحالات المشتبهة والتي ينطبق عليها التعريف القياسي للحالات. النسبة الآن إذا ما تحدثنا بشكل دقيق، كم نسبة الوفيات في تعز إلى الآن؟ هل نسبة 30% صحيحة كما يتم تقريبا تدعمل؟ ما بين 20 إلى 30% نسبة الوفاة. الكثير من الناس المصابين بكوفيد 19 لا يصلون إلى المستشفيات، معظمهم يتعافون في المنازل، يستخدمون المهدئات وبالتالي يتعافون نتيجة وجود مناعة لديهم. برأيك يا دكتور، ما السبب في هذا التخوف من الذهاب إلى المستشفيات؟ هناك وصمة تسود في أوساط المجتمع حول أنه الإصابة بفيروس كورونا وكأنها إصابة بالHIV، وهذا خطأ. نحتاج إلى تصحيح هذا المفهوم لدى الناس، أنه الإصابة بفيروس كورونا هو زي إصابة بفيروس الإنفلونزا، لا خلاف، وكلنا معرضين لإصابة بفيروس كورونا. المطلوب من الناس أنه يلتزموا بقواعد التباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار، وأيضا الإبلاغ عن الحالات في وقت مبكر. معظم الحالات التي توفى الآن تصل متأخرة وقد دخلت في مضاعفات وأصبح إنقاذ الحالة صعب. ضيفي إلى ذلك أنه نقص الإمكانيات، ضعف الإمكانيات في مراكز العزل أيضا تساعد في ارتفاع نسبات الوفيات للحالة. نعم، على ذكر ضعف الإمكانيات، أطباء تحدثون عن أن تدني الوعي الصحي لدى المجتمع بالإضافة إلى عدم قدرة المستشفيات على إجراء الفحوصات للتأكد من الإصابة بالفيروس من عدمها هو ما يظهر الصورة بهذا القدر من التهويل بخصوص النسبة المرتفعة لعدد الوفيات، معنى أنه لو توفر الفحص ستظهر إصابات كثيرة وبالتالي ستقل نسبة الوفيات. ما رأيك بهذا القول؟ نعم، هذا الكلام صحيح. وايضا الامكانيات، مثلا القصه التي حصلت عندما تاخر امداد مركز العزل الجمهوري بالاكسجين ادى الى وفاه 7 حالات، وهذا رفع النسبه. هذه من العوامل ايضا تساعد في رفع نسبه الوفيات. وايضا الجهل لدى المجتمع او ضعف الوعي لدى المجتمع في اهميه الوصول لمركز العزل في وقت مبكر قبل ما تستفحل الحاله وتدخل في مضاعفات، وبالتالي تكون نسبة الشفاء منخفضة ونسبة الوفيات مرتفعة. هذا الذي مطلوب من المجتمع، يعني على الأقل بالإمكانيات المتوفرة أنه نخفف أو نقلل من معدل الوفيات. أيضا في ظل انتشار الفيروس تنتشر أنواع أخرى من الحميات الفيروسية، كيف يمكن التفريق بينها وما الذي تمثله أو يمثله هذا التفشي للحميات المتنوعة على صحة وسلامة المجتمع في تعز؟ طبعا احنا الان في فصل الصيف، وفصل الصيف يصادف انتشار حميات اهمها الضنك والمكرفس الشنغونيا والملاريا، هذه بالاضافه الى فيروس غرب النيل هذا اللي ظهر في نهايه 2019 في تعز. هذه الفيروسات وجودها في وقت جائحه الكورونا ادى الى زياده معاناه الناس
وزياده ايضا معاناه القطاع الصحي، لانه نعم. القطاع الصحي لا يتحمل يعني في وضع الحرب والحصار لا يتحمل انه وجود اكثر من جائحه، وبالتالي وجود هذه الفيروسات زادت من احتماليه الوفاه، وايضا قللت من امكانيه المستشفيات في استيعاب الحالات المتزايده من الاصابه بالفيروسات والحميات المختلفه بالاضافه الى كورونا. ايضا اي حاله تعاني من اعراض الحمى والسعال الجاف نتعامل معها الان على انها كورونا حتى يثبت العكس. السلطات الصحية وتعاملها مع الوباء هل هو عند المستوى المطلوب، وهل إمكاناتها أصلا تسمح لها بالتعامل مع وباء مستجد؟ أنا أعتقد في الوضع الراهن الإمكانيات المتوفرة على مستوى السلطة المحلية أيضا ضعيفة، يعني والوضع البلاد سيء، وخاصة في تعز. تعز تقريبا أقل المحافظات حظا بإمكانية الدولة، واقل المحافظات حظا بدعم المنظمات، وهذا ادى الى انه الوضع في تعز سيء، ونحن نراهن الان على تعاون المجتمع في نشر الوعي وتقليل معدل الاصابات ومعدل الوفيات في المجتمع. لكن الا تستطيع السلطات الصحيه ان توفر مثلا مراكز عزل على غرار مراكز العزل الخاصه، خصوصا ان هناك ربما البعض يلوم الجهات الصحيه في تعز بالتقصير في اداء واجباتها والعمل على مثلا متابعه المنظمات والجهات الداعمه لتوفير ما يستلزمه المواطن في تعز لمواجهه هذا الوباء؟ طبعا مراكز العزل تحتاج إلى إمكانيات كبيرة وتفوق قدرات القطاع الصحي في تعز. في بداية قبل ما تحصل الكارثة الجائحة كان هناك خطأ في التقدير، خطأ في التخطيط، في أنه وضعوا مركز العزل في الضباب في منطقة نائية، وأدى إلى صرف مبلغ مالي على مركز صحي لا ينطبق عليه معايير مركز عزل. هذا أدى إلى أنه عند تعيين مدير جديد للصحة واجه مشكلة في كيف يتعامل مع مركز صحي لا تنطبق على المعايير، لا يمكن توفير كادر صحي في تلك المنطقة. المريض إذا يصعب عليه أنه يصل إلى إذا كان يصعب عليه الوصول إلى مركز العزل في مشروع الجمهوري، كيف يكون الوضع في الضباب؟ هذا أدى إلى أنه ينقل مركز العزل داخل المشروع الجمهوري، كثير من الجهود والأموال بددت في مكان لا تنطبق عليه المعايير، وبالتالي أدى إلى أنه مركز العزل الجمهوري حتى الآن لم يصل إلى المستوى الذي يمكنه من استقبال جميع الحالات المشتبهة بإصابتها بالكوفيد 19. كمختص أنت في الوبائيات دكتور وصحة المجتمع، ما هي الحلول الناجعة لمواجهة مثل هكذا جائحة في هذا التوقيت؟ الحلول الناجحة أنه تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي ذاتيا من الناس، بدون الحاجه الى انه السلطه تتدخل وترغم الناس على انه يجلسوا في المنازل. صح بعض الناس يعتمدوا على الدخل اليومي، لكن مش كل الناس اللي يخرجوا في الشوارع هم معظم الناس اللي يخرجوا للشوارع خروجهم بدون ليس للضروره، قلهم الذين للضروره. هذا اذا التزم الناس بقواعد التباعد الاجتماعي والتزموا بقواعد النظافه الشخصيه، غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار قبل الخروج من المنزل وبعد الخروج من المنزل، بعد ملامسه اي شيء، استخدام الكمامات، هذا سيؤدي الى خفض عدد الحالات المصابه، وبالتالي وايضا علمهم بالاساليب الصحيه المتبعه للتعامل ايضا مع الحالات المشتبه اصابتها. نعم نعم بالفيروس. الدكتور مختار التميمي مختص الوبائيات وصحه المجتمع، شكرا جزيلا لتواجدك معنا. مرحبا بكم من جديد. يعتبر جامع دار النصر بجبل صبر من المواقع الأثرية والتاريخية بتعز، ويتفرد هذا الجامع بموقعه في الجبل المطل على تعز وبنائه الذي تم فوق ينابيع للمياه. نتابع. من هذا المسلك المخصص للمشاة وعبر سلسلة من مدرج مبني من الأحجار
يمكنك الوصول إلى جامع دار النصر الواقع بمديرية صبر الموادم بمحافظة تعز. يحتل الجامع مكانة في نفوس أبناء صبر باعتباره أحد المعالم الأثرية والتاريخية في تعز. حول زمن بناء المسجد تشير مصادر إلى أن البناء تم في نهاية عهد التواجد العثماني في اليمن، تؤكد مصادر أخرى أن تاريخ البناء يعود إلى ما قبل 600 عام. الجامع هذا هو جامع أثري اسمه جامع دار النصر. اختلف العلماء حول تاريخه، فالبعض قال أن تاريخه يعود إلى أكثر من 600 سنة من عهد الدولة الصليحية، عهد الملكة أرواء، لأنه أمرت في مرسوم أن يبنى المطاهير في جبل صبر. وعند متابعة المساجد الموجودة في صبر الموادم لم يوجد جامع أو مسجد له مطاهير غير في هذا الجامع الذي هو جامع دار النصر. هذه المساتر في الجهة الشمالية من الجامع وعددها 7 كانت تستخدم إلى جانب البركة للاغتسال والوضوء. تشبه هذه المطاهر المبنية من الأحجار المقضب تلك الموجودة في جوامع أثرية أخرى في مدينة تعز القديمة. الجامع الذي بني على الماء نظراً للعيون التي تجري تحته ولا تزال تنضح بالماء حتى يومنا هذا، يتكون من الداخل من بيت للصلاة تتشكل من رواقين يتخللهما 4 أعمدة تتقوس من الأعلى، وعليها يستند السقف المؤلف من 68 خشبة، كما وأن له محراب كتب عليه آيات قرآنية. يتكون من 4 عقود ومحراب عليه آية الكرسي وآية المحراب. بني أصلا على الماء لأن الماء يأتي من فوقه ومن تحته كعيون للشرب وللوضوء والاستحمام وغيرها من الاستخدامات المنزلية. يقول أهالي منطقة دار النصر أن أحد الأئمة تعلق بهذا المسجد وأضحى مصلاه المفضل لأداء الصلاة، فاتخذ بابا خاصا بدخوله وهو الباب الذي تم إغلاقه في المراحل المتعاقبة. الجامع هذا اشتهر أنه كان خاص بالأمير أحمد الذي رممه، بعض المؤرخين قالوا أنه رممه والبعض آخر قال أنه بناه، فكان له باب خاص يدخل منه يوم الجمعة، وبعد أن سقطت الإمامة أغلق هذا الباب. المسجد الذي يحوي صرحة صغيرة ومقصورة ملحقة يتهدده النسيان، وتتعرض أجزاء منه للتصدع، وقد تقع بعض أجزائه، لذا فإن أمام الجهات المعنية بالآثار مسؤولية تتمثل بسرعة تلافي الانهيار وترميم أماكن الضرر، وبالتالي الحفاظ على الجامع كموقع أثري. The
تزايد الطلب في تعز على اسطوانات الاكسجين مع زياده عدد الحالات المصابه بفيروس كورونا، ومثل وجود معملين لتعبئه الاكسجين في المدينه عاملا مهما في امداد المشافي بهذه الماده الضروريه للحياه. في فقرتنا التاليه سنسلط الضوء على محطه التعاون لانتاج الاكسجين الذي عمدت ادارته على تمديد فترات الدوام لتلبيه الاحتياجات من ماده الاكسجين التي يحتاجها المرضى في المستشفيات وكذلك في المنازل. كلما ملئت إسطوانة استبدلها عامل بأخرى، والمهمة في الأصل مواجهة الطلب المتزايد على مادة الأكسجين الضرورية للبقاء والاستمرار على قيد الحياة. الصورة هنا من محطة التعاون لتوليد الأكسجين، وهي واحدة من محطتين في تعز حيث تتزايد وتيرة الإنتاج والتي تصل في اليوم الواحد إلى 200 إسطوانة، وهي ثمار جهود عمل تمتد إلى 18 ساعة في اليوم لمواجهة الطلب على الأكسجين في ظل تفشي وباء كورونا في تعز. قصوى المحطة لإنتاج الأكسجين 100 إسطوانة في اليوم الواحد. أولاً نقوم باستقبال الأسطوانات الفاضية من المستشفيات وعملية شبكها في الشبكة، ومن ثم نقوم بالتعبئة وإدخالها إلى المخازن ونقلها إلى المستشفيات. يعمل في هذه المحطة 15 عاملاً يتناوبون في هذا العمل على 3 فترات، ويقومون بتلبية الطلب على اسطوانات الأكسجين أولاً بأول. هؤلاء العمال يعملون على مدار 3 دوريات كل 8 ساعات، بحدود 24 ساعة في اليوم. وجود طلب متزايد للأكسجين في الفترة الأخيرة، منتظمين في العمل 3 فترات، شيء طبيعي يعني معتادين على العمل هذا نحن. ليس للإنسان حاجة أكثر من حاجته للهواء الذي يعني بالنسبة له مسألة حياة أو موت، لذلك فإن إنشاء محطة التعاون لتوليد الأكسجين في تعز جاء في ظروف بالغة الصعوبة في العام 2017، وهو العام الذي فرضت ميليشيا الحوثي الإنقلابية على تعز حصاراً مطبقاً أرادت من خلاله خنق المدينة وسكانها، ووصل بها الحال إلى إمعان إجرام العصابة في منع دخول الأكسجين إلى مستشفيات المدينة. هذه المحطة أول محطة تدخل إلى محافظة تعز وفي مدينة تعز بالتحديد، وكان ذلك في 2017 في الهجمة الشرسة التي كانت الحرف يوجها بالنسبة لمحافظة تعز، وكان هناك من المرضى الكثيرين وفي العنايات المركزة واحتياج الأكسجين، إلا أنه الأكسجين كان في تلك الأيام منعدم، إن لم أقل يعني قد أقول شيء منعدم، لكن كان يتحمل البني آدم الأسطوان الأكسجين على ظهره على من المصراخ إلى جبل صبر ليوصله إلى تعز. اليوم ومع تفشي الجائحة تعمل هذه المحطة بدون كلل على تزويد مستشفيات المدينة والمراكز الطبية في المحافظة باسطوانات الأكسجين، ويقول مدير المحطة إنه لم يتلقى حتى اليوم طلبا من أي من المستشفيات بزيادة الكمية. مستشفى الجمهور من 30 إلى 40 اسطوانة يوميا، مستشفى المظفر 10 اسطوانات يوميا، مستشفى السويدي 10 اسطوانات يوميا، ثم أيضا إلى مناطق الحجرية المعافر والمواسط والشميتين، نعطي كل الجهات حسب الاحتياج لهم. وكنت أتمنى أن يأتي أي واحد إلى المستشفى يقول نقص لدي العدد. آلية العمل في هذه المحطة تتم عبر 5 مراحل، تبدأ من شفط الهواء مروراً بالتصفية وانتهاءً بإخراجه أكسجين نقي. المرحلة الأولى هو عبارة عن الكمبراسور الشفط، شفط الهواء الخارجي،
ثم ينتقل إلى المرحلة الدراير اللي هو التبريد والتجفيف وفصل جزيئات الهواء عن الماء وتنقيته، ثم ينتقل إلى المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة تجميع الهواء النقي في خزان الهواء المخصص له. بعد ذلك ينتقل إلى المرحلة الرابعة وهي مرحلة فصل ما بين الأكسجين وبقية الغازات. بعد ذلك ينتقل إلى المرحلة الخامسة وهي مرحلة الضغط، اللي هو نقل الأكسجين النقي من خزان الأكسجين إلى الأسطوانات، ما يسمى بكباس الضغط. ويظهر عمل محطة التعاون للأكسجين في تعز أهمية وجود مثل هذه المنشآت التي تعنى بحياة الإنسان وتعمل على توفير احتياجاته الضرورية بسرعة تتناسب والحاجة الملحة كحاجة المرضى للأكسجين لا سيما في وضع الحالات الحرجة. بهذا مشاهدينا الكرام نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة، دمتم في رعاية الله وحفظه. تعز مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولنا، تعز مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولنا.